حياكم الله مشاهدينا. يستعيد الشعب السعودي الشقيق باحتفالات اليوم الوطني مسيرة كفاح الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ونضاله الطويل من أجل إرساء المملكة على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتي جعل منها دستورا للمملكة حتى يومنا هذا وإلى الأبد بإذن الله. عن ذكرى هذا اليوم العزيز يحدثنا ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فهد المكراد. دكتور صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور. المملكة العربية السعودية تحيي يوم بداية الوطني. المملكة نعم تفضل أكمل تهنئتك. نهنئ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، نهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ونهنئ الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا حتى في الكويت. نعم دكتور، المملكة العربية السعودية تحيي يومها الوطني 90. من عبق هذه المناسبة دكتور، كيف ترى هذا الاحتفال من وحي البدايات؟ نعم، بداية طبعا انطلاقة المملكة العربية السعودية كانت من العمق الكويتي، البلد الثاني للمملكة العربية السعودية، امتداد الاستراتيجي والتاريخي والجغرافي. انطلقت في عهد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود بعد الدولة السعودية الأولى، ونهضة المملكة العربية السعودية امتدت من الكويت إلى أن انطلقت إلى الرياض العاصمة السعودية الأبدية للمملكة العربية السعودية. نتحدث عن تاريخ عريق، نتحدث عن مملكة اتحدت من شمالها إلى جنوبها، من غربها إلى شرقها، من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. لذلك حقيقة نهنئ يعني دول الخليج قاطبة لهذا الامتداد الاستراتيجي والجو سياسي في المنطقة العربية التي استطاعت أن تتوحد على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. اللهم آمين. كذلك دكتور، المملكة تحيا في ظل سيادة وقوة جعلت منها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام. كيف ترى دلالات هذه الصفات في ظل مكانة المملكة اليوم؟ يجب أن نأخذ بالعين الاعتبار التدرج الطبيعي الذي حدث في المملكة العربية السعودية منذ أن كان سلطان نجد وملحقاتها إلى أن أصبحت المملكة العربية السعودية. تلك الدولة التي استطاعت أن تثبت أركانها على المستوى الإقليمي والعربي وعلى المستوى العالمي، النهضة العمرانية، النهضة الاقتصادية، النهضة الصناعية التي عمت أقطار العالم العربي والإسلامي. لذلك نتحدث عن منظمات إسلامية أنشأتها المملكة العربية السعودية، أيادي بيضاء في المحافل الأفريقية والدول في العالم الثالث، أيادي بيضاء في الدول التي تحتاج إلى المعونات وتحتاج إلى الدعم، سواء كان دعم غذائي مادي اقتصادي في كل المحافل. لذلك نجد هذا الامتداد والتدرج الطبيعي لمملكة عربية سعودية أصبحت من الدول الرائدة في الصناعة. ولا ننسى أنه المملكة العربية السعودية الآن أصبحت من الدول 20 الهامة في العالم والصناعية. لذلك كانت أول دولة عربية تنضم إلى الدول 20 المصنعة للطاقات المختلفة من البتروكيماويات والصناعات المختلفة وحتى في الصناعات العسكرية. لذلك نشاهد هذه النهضة بعد 90 عام من الأيام الوطنية والاحتفالات الوطنية، وأيضا رؤية 30-20 التي يتبناها ولي العهد السعودي حاليا. دكتور، بداية من كفاح المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه إلى الرؤية المستقبلية للملك سلمان،
ما هي أهم المعطيات التي تتوافر للسعودية لتحقيق حلمها المستقبلي؟ لا شك أن هناك رؤية وهناك رسالة، نقصد بالرؤية امتداد 2030، ونقصد بالرسالة التي تريد أن تقدمها المملكة العربية السعودية على المستوى الإنساني الدعم والتوحيد، ككون المملكة العربية السعودية دولة التوحيد، أولا توحيد المقدسات الإسلامية في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة. لذلك نجد أن هذا الاتحاد الداخلي وسعي المملكة العربية السعودية لأن تصبح دولة رائدة في المحافل الدولية، هناك نهضة تعليمية في الجامعات، هناك تنويع في التكنولوجيا، هناك صناعات تكنولوجية، هناك أبواب مفتوحة للصناعات وتشجيع الطاقات السعودية والمصادر البشرية السعودية للانخراط في الأعمال، المشاريع المتوسطة والصغيرة بعيدة الأمد. لذلك هذه الرؤية وهذه الرسالة وهذه الأهداف إنما تتحقق في ظل تخطيط استراتيجي، في ظل تخطيط عمراني، في ظل تخطيط عام وسياسات عامة للمملكة العربية السعودية. لذلك نحن نهنئ أمانة المملكة العربية السعودية ونهنئ أنفسنا على هذا يعني التقدم في كافة المجالات، سواء في التعليمية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ونتمنى لهم كل التقدم والازدهار. لو توقفنا عند العلاقات الكويتية السعودية، فهي تقوم على كل معاني الأخوة والمحبة، كيف نصف هذه العلاقات في إطار هذه الأخوة دكتور فهد؟ نعم، كما ذكرت في بداية حديثك أنه انطلاق المملكة العربية السعودية انطلقت من عهد الملك عبد العزيز من الأراضي الكويتية، وانطلقت جنوبا حتى أصبح هناك اتحاد للمدن السعودية والأقاليم السعودية، هناك تعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، هناك دعم سعودي كويتي، ولا ننسى الدور الكبير الذي قام به المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه في دعم الحق الكويتي وفي دحر النظام العراقي إبان غزو صدام حسين للكويت. يعني تمثلت وتجسدت هذه العلاقات الراسخة الاستراتيجية. ولا ننسى في هذا المقام مقولة الملك المغفور للملك فهد بن عبد العزيز: ترجع الكويت أم نذهب نحن كلنا. لذلك كان إما حياة وإما ممات، ما بقيت الكويت بقينا وما انتهت الكويت انتهينا. هذه الكلمات الخالدة التي ترددها الأجيال وكتبت بماء الذهب في التاريخ المعاصر. لذلك لا ننسى هذا الدور الكبير الذي يعمق النسيج الكويتي السعودي الخليجي المشترك الذي دعم الحق الكويتي. ولذلك نجد الكويت أيضا داعمة للسعودية في محاولة صد العدوان على حدودها الجنوبية ومواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه. دكتور فهد المكراد، قبل لا نختم، كيف تنظر إلى آفاق هذه العلاقات الأخوية؟ طبعا التفاؤل ويعني الروح الوطنية في اليوم الوطني السعودي تراه يتجلى في الكويت ويتجلى في الرياض ويتجلى في جدة وفي الأقاليم السعودية كلها. لذلك نحن نرى أن المملكة العربية السعودية وهي تمد يد السلام بالرغم من حالات التحدي والحروب التي تشهدها المنطقة وتشهدها حدودها الجنوبية من الاعتداءات من بعض الفئات الإرهابية في اليمن، ومواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي على المملكة العربية السعودية. لذلك نجد أن غصن الزيتون في يد في المملكة العربية السعودية، وكذلك الآلة الحربية للدفاع عن المقدسات في المملكة العربية السعودية والدفاع عن الشعب السعودي. لا شك أن هذا يثلج الصدور في مجلس التعاون الخليجي. ولا ننسى أن هناك بعد استراتيجي وإقليمي وجغرافي للمملكة العربية السعودية وحماية
الحدود الخليجية بشكل عام من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، وهذا الامتداد التاريخي والجغرافي يجسد بما لا يدع للشك أن هذه الجزيرة العربية هي يعني سوف تكون القوة التي تردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المقدسات أو بالاعتداء على الأراضي السعودية أو حتى الخليجية. سوف نجد المملكة العربية السعودية أول المدافعين كما دافعت عن أقطار مجلس التعاون، عن البحرين، عن الكويت وعن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فهي البعد الاستراتيجي والقومي والوطني لدول مجلس التعاون الخليجي. نعم مشاهدينا، كل الشكر لضيفنا الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا لك دكتور. مشاهدينا فاصل، وطبعا بعدها نستكمل باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت، كونوا معنا.